بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول: لقد عرفنا أن الأصل في العبادات التوقيف وأنها توقيفية، فما الأصل في المعاملات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يدخلها الاجتهاد والآراء، وإنما هي حسب النص الوارد في الكتاب والسنة. وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما دل الدليل على تحريمه من المعاملات مثل الربا والغش والرشوة وغير ذلك من المحرمات فإنه ممنوع، وما لم يدل دليل على تحريمه من المعاملات فإنه جائز. نعم. السؤال يقول: ما القاعدة التي تقدم، التيسير في الشرع أو ترك المتشابه؟ ترك المتشابه هذه قاعدة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا يتنافى هذا مع التيسير. الشريعة يسر والحمد لله، ولكن اليسر في تشريعاتها وأحكامها، ليس اليسر كل ما يرغبه الإنسان ويميل إليه، أو اليسر في تتبع الأقوال الشاذة والمخالفة والأهواء، ليس هذا هو العسر، ليس هذا هو اليسر، فاليسر في تشريعاتها وأوامرها ونواهيها. نعم. فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، جاء في الحديث: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ ما مر علي ولا أدري عنه، ولكن سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، وهي تعدل ثلث القرآن كما في الحديث الصحيح. فيها فضل عظيم لأنها في صفة الله عز وجل، هي صفة الرحمن كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة أملك مالا بلغ النصاب، فهل يصح أن أصرف هذه الزكاة لابنتي الفقيرة المتزوجة؟ لا تجوز الزكاة للولد ولا للأب والجد، لا تجوز لأصول النسب ولا لفروعه، سواء متزوجة أو غير متزوجة، لأنها إذا كان القريب من الفرع أو من الأصل محتاجا وأنت غني، فالواجب عليك أن تنفق عليه من مالك، ولا تجعل الزكاة وقاية لمالك. نعم. المستمع عبد الرحمن من حريملا يقول: امرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ وكم المدة التي يتكون فيها الجنين؟ نعم، إذا سقط أكثر من 80 يوم، 80 يوم فأكثر، 80 يوم فأكثر، إذا دخل في 80 الثالثة ونزل دم فإنها تكون نفساء، تترك الصلاة مدة النفاس. نعم. أيضا هذا السائل يقول: المرأة التي هجرها زوجها 4 سنوات في الفراش وفي البيت، هل تعتبر طالق؟ لا، الهجر إذا كان له سبب، أنها نشزت منه أو عصته فيما في حقه عليها، فهو هجر بحق، وليس هو طلاق.
إنما هو هجر لتأديبها. اهجروهن في المضاجع التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا تعصت في حق زوجها فإنه يتخذ معها هذه الإجراءات التي منها الهجر حتى تترك النشوز وتمنع من حق زوجها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله: من هو محرم المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها ومعها أختها وكذلك أختها الصغيرة وعمرها 7 سنوات وذلك للضرورة؟ محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب كأخيها وابن أخيها وابنها وابن ابنها وأبيها وجدها، ومن تحرم عليه بنسب أو بسبب كزوج بنتها بالمصاهرة أو بالرضاع، هذا من الأسباب، الرضاعة من الأسباب التي تحرم، ويكون الرضيع ابنا للمرضعة وأخا لأولادها، هذا هو السبب. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يشترط في المحرم أن يكون بالغا، ألا يكون محرما من هو دون البلوغ، وأن يكون عاقلا فلا يكون المحرم من السفهاء الذين لا يعقلون، لأجل أن يقوم عليها ويصونها ويقوم بحقوقها في السفر ويحميها، ولا يكون أخو زوجها محرما لها. لا يجوز لها أن تسافر مع أختها وزوج أختها لأنها سافرت بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. المرأة كبيرة السن، ماذا يسقط عنها من تكاليف شرعية؟ ما يسقط عنها تكاليف شرعية إلا إذا فقدت عقلها وإدراكها، أما ما دام عقلها باقيا إنها لا تسقط عنها تكاليف الشرعية، ولكنها تأتي منها ما تستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا السائل يقول: ما حكم الموعظة بصفة دائمة على القبر؟ هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله إلا مرة واحدة ولسبب، وأنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم هذه المناسبة ولسبب، ولم يكن يعظ عند القبر دائما. نعم. هذا سائل آخر محمد من جدة يقول: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم، السيئات قد يذهبن الحسنات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة حسنة، والمن والأذى سيئتان، فهما يبطلان الصدقة، هذا دليل على أن السيئة قد تبطل الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم الإسراف في الوضوء، وهل يعتبر من الوسوسة؟ نعم، الإسراف في الوضوء منهي عنه، وهو من الوسوسة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لا تسرف في الماء. قال سعد: يا رسول الله، أيكون في الماء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. فالمطلوب في الوضوء هو الإسباغ وإتمام الوضوء بحيث لا يبقى شيء من أعضائه لم يجري عليه الماء، ومطلوب مع ذلك التقليل من صرفية الماء وعدم الإسراف. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع، هذا مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم من الحدثين، لم يكن يسرف عليه الصلاة والسلام في الماء، مع أنه أكمل الناس إسباغا للطهارة وإكمالا للطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض يقول: ما المقصود بقول القائل: لا بد أن يكون اليقين في قلب الإنسان على ذات الله سبحانه وتعالى كاملا ويخرج اليقين الفاسد؟ هذا من مصطلحات جماعة التبليغ الصوفية، وهذه العبارة ليست من تعبيرات السلف. الواجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة، وأن يترك الاعتقاد الباطل وأن يجتنبه ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كيف يميز المسلم المال الحلال من المال المشتبه فيه؟ حلال بين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الربا، الرشوة، القمار وهو الميسر، الغش والخديعة. الحرام بين، كل يعرفه، والحلال بين وهو الطيبة
الطيبات من الرزق، الطيبات من الرزق، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل طيب لا ضرر فيه فهو حلال، وكل ما فيه ضرر أو هو خبيث في نفسه كالميتة والخنزير والنجاسات فإنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو فيصل من تبوك، يقول: متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ فعل الأسباب لا يكون شركا، الأسباب المباحة، الأسباب المباحة مأمور بفعلها ومنهي عن الاعتماد عليها، إنما يفعل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين فعل السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد على السبب وظن أن السبب هو الذي يأتي له بالنتيجة فهذا شرك بالله عز وجل. نعم. يقول سؤاله الآخر: ما رأي فضيلة الشيخ صالح بالذي يقول إن فعله للمعاصي هي من أقدار الله عليه، وأن السعادة أو الشقاء مكتوبة قبل ولادته؟ هذا ما في شك أن الله كتب السعادة والشقاء، وهو كتب الطاعة والمعصية والكفر والإيمان، ولكنه مع ذلك أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ونحن أعطانا مشيئة وقدرة، فنحن نقدر على فعل الطاعة ونقدر على ترك المعصية، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعاصي، لأننا فعلناها باختيارنا ومشيئتنا وقدرتنا، فلا حجة لنا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من الرياض يقول: لمن تكون حضانة الأبناء بعد الطلاق، وما توجيهكم لكل مطلق أو طالب الحضانة؟ هذه قضية خصومة ويرجع فيها إلى القاضي، قضية الحضانة ومن تكون له هذه تحتاج إلى نظر القاضي في القضية. نعم. إمام مسجد أحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل شخصا آخر، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا أمرا عارضا ليس دائما فلا بأس به، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عارض فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فإذا كان هذا العارض ليس دائما فلا بأس أن يوكل، أما إذا اتخذ هذا عادة أنه يتخلف ويوكل من يصلي بالناس دائما، المؤذن أو الفراش، أو وهو ليس له عذر في هذا، فهذا لا يجوز، لأن هذا من ترك الأمانة التي تحملها وهي الإمامة، فعلى الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتخلفوا عن الإمامة إلا لعذر شرعي، وإذا حصل عذر لا يتركون الجماعة بدون توكيل من يصلح للإمامة. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة، نحن معكم في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اليأس من رحمة الله والقنوط، وهل الخوف من الموت ضعف في الإيمان أو عدم الرغبة في لقاء الله؟ نعم، لا يجوز القنوط من رحمة الله واليأس من مكر الله، هذا كفر بالله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يجوز اليأس والقنوط من رحمة الله، بل لا يزال المسلم يرجو رحمة الله ويرجو الفرج مهما بلغ من الشدة، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما قال جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، قال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. والخوف من الموت؟ الخوف من الموت هذا طبيعي، هذا خوف طبيعي، قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال: ليس بذاك، هذه طبيعي يعني، ولكن المؤمن يبشر بلقاء الله فيفرح، والكافر يبشر بغضب الله وبالنار، فحينئذ يتندم ويتحسر ويتمنى العود إلى الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الموت تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما الكافر فإن الملائكة يضربونه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث البراء بن عازب الطويل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: قال الله تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا
واردها، ما المقصود بالورود في الآية الكريمة؟ المرور على الصراط، كل الناس يمرون على الصراط، المؤمن والكافر والمنافق والمحسن والمسيء، وإن منكم إلا وارد، يعني لا أحد إلا ويمر على الصراط، لكن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تجريبهم أعمالهم على الصراط هي التي تمشي بهم على الصراط، قوة وضعفا ووجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بدر يقول: كيف يعرف المسلم أن ما أصابه من ابتلاء هو امتحان، أو أنه غضب من عند الله إذا ابتلي بمرض أو مصيبة في النفس أو المال؟ المسلم يحتسب الأجر على الله ولا يجزع ولا يسخط، ويعلم أنه ما أصابه شيء إلا لحكمة من الله لمصلحته، إما أن تكفر سيئاته، وإما أن يتنبه لمعصيته فيتوب، وإما أن يزيده الله رفعة ودرجة بهذه المصيبة أو هذه الحالة التي أصابته. فالمؤمن على خير، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله عجب، أو كله له عجب، إن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابت سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بخلاف الكافر والمنافق. المنافق والكافر إذا أصابته نعمة أشر وبطر، وإذا أصابته ضراء جزع وتسخط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.